بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. كثير صراحة من المتابعين يسألون عن غازات التكييف أو خلنا نقول غازات التبريد وكيف يتم شحنها، هل تشحن على وضع السائل أو الغاز. وأيضا أحد المتابعين يسأل يقول هل الأسطوانة تكون باردة، يعني الغاز داخل الأسطوانة يكون بارد أو حار؟ طبعا حبايبي سبق أن تكلمت عن هذا الموضوع باختصار. الغازات التي تبدأ برقم 4 عبارة عن غازات خليط من ممكن يكون غازين أو 3 غازات أو 4 ممكن بنسب متفاوتة، وبالتالي هذه الغازات يجب أن تشحن على وضع السائل. طبعا هذه الأنواع اللي أنا عارفها، يعني قريت عنها. أي غاز يبدأ برقم 4 هو عبارة عن خليط. ما أدري إذا في غازات ثانية زين غير مجموعة الأربعة، خلنا نقول مجموعة الأربعة عبارة عن خليط، أنا ما أعرف، إذا حد يعرف يخبرنا. لكن هذا اللي قريته، والغازات هذه المتوفرة في السوق زين 404 407، مثلا 411 438، زين هذه الغازات بعضها متوفر بعضها غير متوفر، 410 زين، عبارة عن خليط، كلهم خليط، وبالتالي يشحن سائل. زين كيف وضعية السائل؟ وضعية السائل الله يحفظكم تكون الأسطوانة مقلوبة، يعني فتحة الأسطوانة تكون للأسفل. بهذه الوضعية راح يدخل معاك سائل فريون، يعني يدخل على هيئة سائل. الأسطوانة رأسها للأعلى يكون وضع الغاز أو فريون التبريد على وضع على هيئة الغاز وليس السائل. تقول لي كيف هذه الغازات؟ هذه طريقتها، تقلبها تصير سائل، تحطها بشكلها، يعني تحط رأسها للأعلى تكون غاز. انزين هل هناك ضرر من شحن المنظومة بسائل الفريون؟ الإجابة نعم. الوحدات المخصصة والتي تعمل على غاز 410 407 يمكنك أن تشحن سائل، وتكون هذه الوحدات صراحة تكون بالغالب غالبا تكون الضواغط الروتري الصغير. هذا الضاغط طبعا فيه قطعة أمامية، أو يعني في المقدمة قبل الضاغط يتكون من جزئين. هذه القطعة تسمى الدراير أو المجفف أو الأكوموليتر أو المستقبل، لها عدة أسماء كل واحد يسميها براحته. ومن وظيفتها تحويل السائل أو ضمان تحول غاز الفريون إلى هيئة غاز، يعني فريون تبريد إلى هيئة غاز قبل دخوله للضاغط لضغطه، وبالتالي يمكنك أن تشحن على هيئة سائل أسطوانة مقلوبة. ولكن الأفضل أنك تشحن بكميات قليلة، يعني ما تفك الصنبور كامل فول سبيد، لا فك شوي، خلي الكميات تدخل يعني قليلة أفضل، أساس أنه يتم تحويلها وتضمن أنه ما راح مثلا يدخل سائل للضاغط، لأنه لو دخل سائل للضاغط راح يتلفق سواء كان روتري أو البستن. الضواغط البستن الله يحفظكم في عدة أنواع، طبعا هذه ما تعرفها إلا إذا كانت الشركة الصانعة قالت لك والله اشحن سائل. إذا قالت لك الشركة الصانعة أن هذا الضاغط البستن يمكن أن يأخذ فريون سائل، اشحن سائل، لأنه يكون مصمم بحيث أنه يستطيع أن يضغط سائل، يستطيع يعني ما يخلي أي سائل، يعني ما يفوت، ما
ما يفوت أي شيء يضغط، وبالتالي يجب الرجوع، مش مراجعة، الرجوع إلى كتيب الشركة الصانعة. إذا كان الضاغط مثلا غاز 410 يعني يعمل بغاز 410 والشركة وضعت لك ضاغط بستن، فيمكنك أن تشحن سائل، ولكن أعيد وأكرر اشحن كميات بسيطة أو قليلة، لأن بعض الشركات أمانة من خبرة وضعت أيضا مجفف صغير قبل دخول الغاز إلى السائل، ممكن إذا حد انتبه رح يعني يشوف أنه في قطعة من النحاس أو بهالشكل، هذه أيضا مجفف تعمل على ضمان تحويل الفريون وعدم دخوله للضاغط على هيئة سائل. انزين، فضواقط أو غازات 410 لا غازات ال 400 الفور مجموعة الأربعة 410 404 مثل ما قلت 407 وهذا تشحن على هيئة سائل، يجب أن تشحن على هيئة سائل، تشحنها غاز مشكلة، لأن في غاز عدة أنواع من الغازات، واحد يكون كثافته أكثر من الثاني، وبالتالي إذا وضعت على هيئة الغاز راح يكون واحد فوق واحد تحت ما يختلطون، لكن بالسائل يستوي خلط بلط يعني مثل العصيد أو الهريس. زين، غاز 134 يشحن، غاز المركبات يشحن غاز وليس السائل، ولكن إذا وجد أيضا أمام ضاقة المركبة قطعة ألمنيوم، سبق أن تكلمت عنها، قطعة على هيئة ألمنيوم على شكل ألمنيوم أو لونها فضي، قبل ما يدخل الغاز للكمبرسر تقدر تشحن سائل، ولكن أيضا كميات بسيطة، لأن هذه من وظيفتها ضمان تحويل الفريون بالكامل إلى هيئة غاز. أيضا غاز 32 يشحن غاز، يعني رأس الاسطوانة الأعلى، غاز 22 يشحن اسطوانة أو الاسطوانة للأعلى، ولكن إذا كانت مثل ما قلت الضواقط هذه روتري، في وحدات غاز 22 في وحدات غاز 32 بإمكانك أن تشحن سائل إذا كانت روتري، لأن مثل ما قلت الروتري الضواقط الروتري الضاقط الصغير يوجد به قطعة لتحويل الفريون، الضواقط السكرول لا تشحن سائل إلا إذا الشركة الصانعة قالت لك اشحن سائل اشحن سائل، راح أيضا تحصل عنده، لأن ثلاث أنواع من الضواقط ممكن الناس ما تعرف، في الروتري الصغير يكون معاه ابنه، فيه البستن معروف، وفي السكرول. السكرول والبستن لا تشحن سائل إلا إذا عندك تعليمات من الشركة بالسماح بشحن سائل، اسطوانة مقلوبة. الروتري تبغي تشحن سائل، تبغي تشحن غاز على هواك إلا إذا كان الغاز من مجموعة الأربعة أو غاز خليط، بغض النظر كان من جروب فور ولا خليط من أي رقم آخر، تشحن سائل. هل بالإمكان للأمانة أن نشحن فريون التبريد في الضواقط البستن أو السكرول على هيئة سائل؟ الإجابة لا، ولكن ممكن، لا ولكن ممكن، ممكن إذا كنت تملك أدوات ومعدات صراحة خاصة لتحويل الفريون إلى غاز. عندي قطع تشتريها من أمازون، تشتريها من علي أكسبريس، أنت تسوي لك طريقة بحيث أنك تشحن سائل، والسائل هذا تضمن أنه يدخل غاز أو يتحول إلى غاز قبل دخوله للضاغط البستن أو السكرول، بإمكانك أن تشحن سائل اسطوانة مقلوبة. أيضا
إذا تم غلق صراحة. حتى البعض ممكن يقول لك هل باستطاعته يشحن والوحدة مطفية؟ نعم للروتري، لا للبستن. إلا إذا في البستن والسكرول والوحدة مطفية يمكنك أن تشحن سائل مثل ما قلت إذا كنت عندك العدة، أو أنك حبست، مو بحبست يعني، تم إغلاق محبس الراجع. لأن أحيانا يكون عندك الضاغط مفرغ من الغاز، عملت له صيانة وتبغي تشحن غاز بسرعة، فتقوم تقلق محبس خط الراجع أساس أن الغاز ما يدخل للضاغط وتشحن سائل. بالتالي راح يمر عندك فريون التبريد السائل عند دخوله إلى المبخر أولا، ومن المبخر راح يروح إلى المبرد، يعني راح يأخذ الدورة بالعكس وليس بالاتجاه الصحيح، وبالتالي ما راح يدخل معاك أي غاز أو فريون سائل إلى الضاغط، ومنها ممكن أن تفتح بعد ما تنتهي، يعني تتركه مدة، تفتح المحبس هذا وتشغل جهازك، كذا ضمنت أنك ما راح يدخل عندك أي سائل. إنزين، عرفنا الغازات ولماذا. نرجع أيضا للإجابة، هل الفريون يكون بارد أو ساخن؟ بالنسبة لوضعية السائل والاسطوانة مقلوبة ما يضره بارد أو ساخن، ما يأثر فيه لأنه راح يدخل بالقسم يعني أثناء الشحن. ولكن بالنسبة للشحن والاسطوانة معتدلة رأسها للأعلى، الفريون صراحة يتأثر بالمحيط ويتأثر بالغاز الراجع لأنه يكون ضغط الغاز الراجع أحيانا كبير، بالتالي قد تبرد الاسطوانة ومنها لن تستطيع أن تشحن. يجب عليك أن تضع الاسطوانة في محيط أو وسيط ساخن، أو منطقة أو مكان بإمكانك أن تسخن فيها الاسطوانة أو تسخن الاسطوانة، وهذا الفنيين يعرفونه. مروحة ممكن تسخن الاسطوانة، غطاء خاص ممكن تسخن فيها الاسطوانة، أي شيء تسخن في الاسطوانة على أساس أنك تساعد على تحول الفريون إلى غاز، لأنه عند برودة صراحة الفريون راح يتكثف، يعني راح يتحول من هيئة غاز إلى هيئة سائل، وبالتالي راح يكون في الأسفل، وراح تحس أن الاسطوانة باردة فيها مثل الماء، يعني تحس أن فيها سائل زين وباردة وثقيلة، وبالتالي أيضا ضغطها انخفض وما راح تستطيع أن تشحن. بالتالي البعضهم شو يسوي؟ يقلب الاسطوانة، وهذا خطأ، سخن الاسطوانة وهذا أفضل. لماذا صراحة يتم شحن سائل عوضا عن الغاز، مع أن الغاز أضمن لسلامة الضاغط سواء كان الضاغط روتري بستن سكرول؟ لماذا يتم شحن الغاز على هيئة سائل والاسطوانة مقلوبة؟ لأن شحن السائل يا حبايبي الله يحفظكم يسمح بدخول كميات كبيرة للوحدة، هذا واحد، وأيضا ضغط السائل أكبر من ضغط المنظومة، وبالتالي الشحن راح يكون سهل، الشحن راح يكون سريع، كمية الغاز اللي راح تدخل راح تكون كبيرة، ومنها راح تخلص إنجاز العملية بسرعة. هذا لذلك هذا السبب البعض يشحن. بعضهم صراحة أن الله يهديه عنده ضاغط بستن أو عنده ضاغط سكرول، حتى عنده ضاغط مثلا الروتري، يشحن سائل للوحدات التي يجب أن يشحن لها غاز. حتى بعض اللي صراحة أن الروتري ما يكون معمول بشكل أنه يتحمل السائل بكمية كبيرة، ضواغط غاز 407 410 تتحمل صراحة الفريون لأن معمولة فيها مثلا مواد، فيها أشياء، فيها إضافات تساعد على مثلا تجاوز إشكالية دخول السائل للمنظومة، وبالتالي بعضهم يقول لك والله أنا شحنت سائل واخترب عند الضغط، هذه مصيبة.
فيا حبايبي الله يحفظكم، هذا كان مقطع بخصوص ما هي الغازات التبريد التي يمكن أن تشحن على وضع سائل عكس الغاز، لأن الغاز بطيء شحنه بطيء، لكن ضامن أضمن لسلامة المنظومة وما يتلفلك المنظومة. لذلك تحصل أن بعض الوحدات إذا صار فيها تجمع على خط الراجع زين، بسبب مثلا اتساخ المكثف، زيادة كمية الغاز، تحصل أحيانا تتلف إذا أنت أهملتها. زين يا حبايبي، هذا كان الموضوع وأرجو أنكم استفدتم منه، وممكن أعيد أيضا هذا الموضوع عملي بشكل عملي عساس الناس تفهم متى وأين وكيف ومن. يا سلام، خلنا نحو الحين إنا وخواتها. زين، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في صار هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ الإعجاب وأيضا نشر محبكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.